يلا يا عالم دهر، أنا جاهز أسمعك، فيك تبلش تحكي لي من الأول. سنة 2005 حطوني بتابوت وبعتوني على سوريا. الناس اللي بعتوني لهنيك قالوا لي إنهم رح يقتلوا يلي بحبون إذا ما قتلت الرئيس رفيق الحريري. يعني أنت اللي قتلت الحريري؟ إيه، وشو صار؟ بعد ما رجعت على تركيا دورت على الجماعة يلي بعتوني وجبروني، ووصلت لوثائق سرية تقدر تقضي على هاي المجموعة. بحال طلعت هاي الوثائق للإعلام رح تنهار دول بحالة. وبفضل هاي الوثائق السرية اللي معك ياها فوضتن ودخلت معهن؟ بالضبط. ومين هدول؟ بويرز. بعد هاي النقطة ما عاد في رجعة. متأكد انه لسه بدك تعرف؟ لا تخليني أعصب يا عالم دهر. سمعان بمنظمة حراس المعبد؟ سمعان، وسمعت شو صار. تعرف شي محمد قرخانلي؟ انت اللي قتلت قرخانلي؟ انا اجيت على هذا العالم باسم افي قرخانلي ابن محمد. عالم دار من أتباع المعبد. تعرف داود تتر أوغلو؟ قريت إنه المرحوم كان أبو مرتك. برأيك هذا كله صدفة؟ عالم دار، ما أثبت لي إنه الحكي اللي حكيته حقيقي رح أقطع لك بنتك قدامك. أنت سألتني مين وراي وساندني بهي الحياة، وفيني أثبت لك إنه يلي حكيت لك يا حقيقي. أنا من أتباع المعبد. إذا ما طلع من هالزلمة شي بيفيدنا رح اقتله بإيدي، رح قطعه. عم قلك من هلأ. أنا بكون ممنونك كتير. تعرف؟ روح قطعه أدرس العصفور. لوين؟ أنتوا خليكن هون، يمكن يكون الضبع قرب يفيق. بس رح تنتزع الشغل كله يا الله، ما حدا فارق معه، شغله بيقرف كتير. ست سربيل اشتغلت منيح اليوم، بكفي، لازم ترتاح المجموعة. بس أنا في شي ناقصني أستاذ، بعد ما تركوني كلياتهم قلت ما في غيرك رح يقدر يساعدني. اللي صار المساء اليوم بكفي. أنا رح أرجع بعدين ومنحكي، بس هلأ رح أروح. ما بصير سيد إحسان. ولك ما تربيت أنت؟ لك مخك ما عاد يشتغل بالبرة؟ لا تخليني زرق لك وشك عند هالمساء. آسف.
عابد صاحبنا طلع من ورا، ما لازم نضيعه. امسي فوت أركان، أنت نفدت من الموت. أنا تركت أولاد أختي من دون حدا، لازم روق تفقدهم، صار وضعهم كثير صعب. نجدات خليك شوي، إذا ما ضليت رح يطير عقلي من راسي. سامل ورفيقه هون، أنتوا تخرثتوا من نفس المدرسة، فيكن تحكوا عن الأساتذة وعن أيام الولدنة. في بيناتنا صراع الأجيال، أنا التدريب تبعي كلاسيكي، إننا نتدربوا بحسب المناهج الحديثة. يلي أمرك تقتل ميماتي بالغرفة اللي جنبك وأنت نايم بالعسل. صوفي، ثو من وين هالورقة؟ في ممرضة معذبة فيك؟ نجدة بدي أطلب منك معروف، إذا ساعدتني بهذا المعروف بوعدك أني رح أنتقم لخالك. ويرز، ما رح تمشي عليك هاي الحيلة القديمة، ما هيك؟ المكان اللي خبرك عنه على مدار رح يكونوا محضرين فيه فخ إلنا. قديش حلو هالحكي، كارا وعبد الحي وعابد وعمران كلاتهم حيكونوا قدامي ورح أعوصهم. طولنا كتير عراز، على مدار بإيدنا وبنته بإيدنا، ما رح يسترجوا يخدعونا. هن صاروا بيعرفوني منيح، إذا عملوا لي شي رح أطوس بنته. أنت قلي ليش رح تروح يا أبو راز؟ معقول واحد مثلك بيصدق بنظرية المؤامرة ويلي حاكمين العالم؟ أنا ما بعرف شو يلي بدي صدقه، أنا بعرف شغلة واحدة بس، إنه في وراء لهذا عالم دار هو فوق الطبيعة، مشان هيك بدي روح وأتأكد وشوف. ما في شي رح تشوفه، أنت حبيت اللعبة مع مراد بس هيك. أراز، نحن عملنا عمليات كبيرة بأوروبا، CIA والبياندي والموساد وكل يلي بيشبهوهن، ما قدروا يمسكوا مراد عالم دار. أخي ما بدي انضم لألون، إذا مرقنا وتعرفنا عليهم بيكون إنجاز. إيه وفي حال تعرفت؟ إذا قدرنا نقنعهم يقبلوا فينا، ساعتها الدنيا كلها ما رح توسع القوة تبعنا. حلو هذا الحكي، بس إذا ما طلع في شيء يكون بعلمك رح أوص براس على مدار دغري. ويرز راح هلأ، رايح يتأكد من كلامك، إذا كان حكيك مانو مزبوط بس رح يرجع لهون، رح يقوصك ويقوص بنتك، بس منشان تعرف إنه ما في شي رح يمنعه هالمرة. المكان اللي راح عليه بويرز مو سهل إنه يرجع منه. روح عابد، انتظر، خلينا نتأكد انه العصفور راح على المكان اللي بدنا اياه. يلا حبيبتي بدنا نروح. لوين بدنا نروح بآخر هالليل؟ بدي اخذك مشوار،
أنا وأنتي ملينا من إسطنبول، خلينا نروح نتمشى على شط أزمير. إحسان، صار لي سنتين عم أترجاك تاخدني إجازة برات إسطنبول، هلأ حبكيت بس إجا أخي الكبير مشان تحكي معه؟ ما رح نروح قبل ما تحكي مع أخي، فهمة؟ حياتي أنا بدي أحكي معه. أوف، ما تكذب علي إحسان. يلا أمشي. من وقت ما اجا وقفت الموسيقى لاني ماني مرتاح، من وقت ما اجا وانا مضغوط نفسيا، لازم ارتاح قبل ما احكي مع اخوك اراس. ما بيصير هذا الحكي، شو بتهمني الموسيقى يلي عم تعملها؟ مو هلا تيجي بدك تنسحب. حبيبتي ليش هيك عم تساوي فيني؟ واقف عندك، نزل سلاحك، نزله جاي لنحكي. مين انتو؟ شو عم يصير يا احسان؟ مين هدول؟ شو ابني؟ قلت لي ما بتعرف هي البنت، وقلت لي إنها عم تميل لعند أراز. إحسان، أنت شو خبصت هاي المرة؟ بابا خلينا نحكي هالحكي برا. اليوم خليتوني عيش صدمة تاريخية، ما تخلوا مانوليا يخيب ظننا. شو؟ أنتوا رفقاته لأخي شي؟ بس أنا ما سبق وشفتكن من قبل. إيه مزبوط ستنا، نحنا كنا رفقات لأخوك أراز من زمان كتير، عرفنا إنه رجع، جينا مشان نسلم عليه، بس إحسان ما عم يدلنا على مكانه. شو بابا، إذا ضلينا عم نحكي هون رح يتحول حب المتوحد السارد بالليل لمارشات عسكرية على أعصابي مع موسيقى حزينة. ليش هذا يعني؟ عنده الجرأة لحتى ياخدكن ويشوف وشه لأخي؟ اعتباراً من هاللحظة المانويل لتبعك دبلانة يا أحسان. ولك هيك خليته مانويل يا الحلوة تاخد على خطرة. عجدة فوق، روق. بيكفي هيك، هلأ دور المسرحية تبعي، احكي وين هو يا راس، احكي وإلا بقتلك. أبوس علي، أنا أصلاً مليت أني عم خبي حكاية حبي. من ثام ما تحكوا علي، ذبتلكن ساي، اكرك عذم مرتب على كيفكم. تسلم ايديك يا حكمت، لولاك ما كان حد اهتم فينا هون. لا انا ما بشرب، شكرا. شو يعني ما بتشرب؟ فوق ما انه ايدي مذروحة عملت لك الساي بايدي وذبتلك يا لهون براسي، وانت ما بدك تشرب الساي تبعي؟ لو قوصت علي كان احسن من الاهانة تبعك. نجدات لا تكبرها، أنا ما بحب أشرب شاي صدقني. خلص أنا فهمت عليك، ثراب هي هلأ، وبعد شوي رح ذبلك كاس ويسكي بارد على كيفك. أخي ما بدنا لا ويسكي ولا غير شي، طلعت خد هذا الشاي. إن شاء الله صحة وهنا. إحسان، ما تكون مجنون ابني، ما في مزح مع هذا الزلمة، مشان مراد على مدار مستعد يذبحك ومستعد يذبحك كمان. افهم منيح، أراز ما عنده فرصة يطلع من هالقصة، وهذا الشيء من صالحك، رح تعيش مع حبيبتك على راحتكن. بابا مزبوط، انت بتعرف اني ما بحبه لأراز. ايه بس ما رح حط حالي بدور المخبر الحقير ابدا. انت بالجنوب الشرقي ما سمعت غير صوت رصاص وصوت اوجاع الناس، من وين لوين بتعرف الموسيقى وبتحبها؟ من وين نبعت هاي المواهب اللي عندها؟ انت برايك شو لازم اعمل مع حالي؟ انا لولا الموسيقى كنت مثل هالقرعن، ابقوس دغري اذا حدا زورني. عابد بعدنا عم نحكي، اسمح لنا شوي. كارا ما عاد في وقت، يا بيحكي هلا يا بيموت. إذا كنت بتحبني يا أحسان أوعك تخبرون عن مكان أخي. إذا قوصت عليها أوعك تتركني عايش. إذا ما حكيتوا لي يلي بدي إياه أنا ما رح خلي حدا منكن عايش.
أحسان، ما فيك تماطل. أحكي لك شي كلمة. لك أحكي شو ما كان يا زلمة. أنت بالأول ما رح خليك تتوجع على حبيبتك. ما في داعي تقوس. لقيت طريقة نقدر نوصل فيها لأرز. عيب نسوي هيك مع رفقاتنا. قلت لي رح تفوت حاكي دقيقتين وتطلع. لا تطول ذوها. لا تخاف نجدات، ما رح طول أكتر من هيك. الحمد لله على سلامتك سيد سنجر، كيف صحتك؟ هلا اجيت تسأل عن صحتي يا أركان. عن جد هالدرجة بتهمك صحتي يا أركان؟ إذا كنت عم تتوجع كتير رح انتظر لتعيش أكتر وخليك تشبع من الوجع. مراد على مدار بعتك مشان تعمل اللي ما قدر يعمله، مو هو اللي بعتك لعندي؟ لا، بعتني لعندك من ماتي. قال لي من شوي ليش ما بعتولي هذا الندل على الآخرة. هو هلأ ناطرك هنيك وهو يلي رح يحاسبك. يا أركان في ناس كتير ناطرتني بالآخرة لتحاسبني، يمكن ما رح يوصل الدور لحتى يحاسبني. أنا اللي بعتهم كلهم على الآخرة. معناته ما لازم نخليهم ينتظروك أكتر. شو عم تنتظر؟ شو يعني ناطر مني اترجاك وابكي وبلش خاف منك لحتى ترحمني؟ ناطر منك آخر جملة. آخر وصية لإلك، لا بقى تسمح لهم يستخدموك بأي شكل. خلي هاي آخر مرة. Thank you.
بنتي ليش لهلا ما فيقوا لعمك عمر؟ ماما حبيبتي صبري شوي عليهم يمكن للصبح. لسه على شو بدي اصبر يا بنتي؟ لاصبر ليلى، انتو ما كن مخبيين علي شي بنتي، ما هيك؟ شو بدنا نخبي عليك يا امي؟ لو سمحت دكتور. رؤي ماما. دكتور قلي مروة الطويلة على عمر ليش لهلا لسه ما فيقتوا من النوم تبعه؟ دكتور بدي اعرف شو عم تخبوا علي، احكولي. ماما بابا بغيبوبة وناطرين انه يفيق. بالغيبوبة شو صاير له يا دكتور؟ وضعه خطير الآن. نقطع الأكسجين عن مخه لفترة ونحن ما فينا نعرف شو الأضرار قبل ما يفيق. وإمتى رح يفيق يا دكتور؟ إمتى رح يفيق؟ خبرني. للأسف ما فيني حدد وقت أعطيك إياه. احتمال ما يفيق. رؤي ماما. هدي حالك، هدي حالك خالي. Thank you.
لي بعلم دار. صعب نتصل معلم، ما في إشارة. معلم بلا ما نروح باتجاه مو معروف، خلينا نطلع ونتصل من برا. وصلت لهون، مالي طالع وراح كمل. معلم إذا هلأ نزلت سلاحك فيك تكمل طريقك وما بيصير عليك شيء. مين أنتو؟ المكان يلي رح تروح عليه في جواب لسؤالك هاد، وبلكي أوصتكن وكملت طريق. بما أنك بتعرف الشيفرة معناتها بتعرف أنه هيك ما بيمشي الحال. الخيار إلك، قبل ما تسلم سلاحك ما عندك فرصة تخطي خطوة. تفضل. فيك تنتظر هون، الزلمة يلي راح يشوفك شوي وبيجي. يسلم ايديك.
انت خيبتي املي مره ثانيه يا خانم. حملتيني على ظهري حمله تقيل ورحتي. انا حاولت خبي الفضيحه، وهذا الشيء مو بس رح ياذيني، رح ياذي صورتي ويقضي على مستقبلي كمان. للاسف انت تركتيني بنص الطريق ورحتي. كاردينال بس انت غلطان، الفضايح اللي كشفت عنها هي اللي عكرت المي مو أكتر. بدنا ننتظر فتره لترقد المي. هلا نحن خلينا نشرب الشاي، وبس لترقد المي اكيد رح يرجع كل شيء مثل ما كان، واحسن ان شاء الله. انت لا تاكل هم بنوب. اساسا انا من الاول غلطت لما انا وثقت فيكي، ما كان لازم اثق فيكي ابدا. هاي الفتره انت سببتي لي تعب ووجع راس، صار صعب اني اقنع الكاردينالية واترشح للبابوية بسببك. دفعتيني الثمن غالي كتير. مشان هذا السبب بالذات حبينا نحن نريحك، ولحتى يصير الوقت رح نقدر نقنعهم. من فوق 700 سنة قدرنا انه نقضي على اعدائنا. انت والعالم الكاثوليكي كانت اخر فرصة لكم لحتى تكونوا تحت رحمته الكبيرة، وبعتقد من البداية ما كان في عندكم غير الانتقام، وهذا الشيء مو من أخلاقنا نحن أبدا. نحن طول عمرنا عايشين بالمحبة والتسامح، بس للأسف أنتوا غير هيك. كاردينال لا تنسى أنت اشتغلت معنا بكل شيء، لأنه لو ما كنا نحن اللي عم نشتغل كنت انقتلت من زمان، وكان نسيوك الناس كمان. الرب وحده هو اللي بيحمي أبنائه، ما ممكن يصير أي شيء من دون مشيئة وإرادة الرب. انتوا أبناء الإله الخطيئة، لا تنسى هالشي. أجدادكم اللي قتلوا حراس المعبد يا كاردينال ونسبوا عذاب الإله إلهم وكملوا فيه، هذا العذاب يا كاردينال رح يستمر لنهاية الدنيا. نحن رضيانين بهذا العذاب كرمال حبنا وإخلاصنا لربنا، وبس يجي يوم الحساب رح يأسس فوق الأرض مملكة الرب الجديدة، ورح نحكم كل الأرض من أول وجديد. معك حق، بس يا كاردينال جمعية الظلال ما إلهن مكان معنا. الرب ما بيحب غير اللي مثلنا. نحن أبناء الإله الحقيقيين، وهن حراس الكاس المقدسة. أنا آسف أستاذة، بس الوضع مهم كتير. في حدا استخدم شفرة مراد على مدار الخاصة وقدر يدخل على مكتبنا باسطنبول. بلشوا بالتحقيق معه فورا، أنا على الطريق. بسرعة حضروا الطيارة تبعي، نحن لازم نروح على اسطنبول فورا.
تبلشوا بالتحقيق فورا، انا على الطريق. انت بتعرف لوين اجيت يا ابو يرز؟ انا جاي لاعرف شو في هون. شو انت ما بتعرف تمن هاي المعرفه رح يكون غالي كتير؟ مشان لا اجوبه لاسئلتي اخذ بحسابي كل الاحتمالات، ومشان هيك انا هون. طيب بتعرف شو بتعني شفره الخانات التسعه يلي استخدمتها لتجي لهون؟ كنت مفكر انه طريق المعبد، بس ما كتير هالمكان بيشبه المعبد. بعصر الرأسمالية المعابد صار هيك الشكل تبعها. الشفرة اللي استخدمتها بتعود لغيرك. إذا استخدمت هاي الشفرة من دون علمه رح يكون هذا آخر معبد بتشوفه. الشخص اللي عطاني هاي الشفرة عطاني إياها بكامل إرادته ومعرفته. معناتها أكيد بتعرف شو هي الشفرة التانية. أنا شاكك إني كون إجيت على المكان الصح فعلاً، بس لا أقدر أقول لك الشفرة الثانية. بدي أتأكد إنه أنت الشخص الصح اللي بقوله قدامه. بعتقد إنك ما فهمت شو هو الوضع على المزبوط. إذا ما قلت لي شو هي الشفرة الثانية رح تموت. يعني رح يموت اللي عطاني الشفرة. إذا رجعت وما كنت عارفان شو هي الشفرة الثانية رح تكون هاي نهاية حياتك. لوين بعتت بويرز؟ قلي. ما تقلق عليه، بعد شوي رح يتصل فيك. إذا كان صاير شي على بويرز ما رح خليك عايش، ولا رح خلي بنتك. بويرز قلي شو صار؟ عطيني علم دار. طمني أكيد ما في مشاكل، ما هيك؟ قلت لك عطيني علم دار. حياتك هلأ بين شفايفي، ما هيك يا بويرز؟ مثل ما إنه حياة بنتك كمان بين شفايفي. هلأ ما عاد في مكان لبنتي بهي المشكلة. قول لها راضي ترك لي بنتي، وأنا رح أعطيك اللازم منشان تقدر تعيش. شو صاير معك بويرز؟ شو في؟ ما تتدخل أنت على مدار. أنا حاطط كنت الموت بحسابي، بس انت حاطط بحسابك تموت بنتك قدامك؟ يمكن انت كنت حاطط موتك بحسابك، بس اراز مانو مستعد انه يبعتك على الموت. واضح هالحكي؟ ويرز خلينا نبعت البنت ومنخلص. اراز بس اتصل مرة تانية، بدي تكون اخدت الشفرة من على مدار.
ويرز ويرز حياة بويرز هلأ بإيدي. رح يرن تليفونك مرة تانية، وإذا ما عطيته يلي بده إياه فرح تكون هاي نهاية حياته. سامت جيب البنت. حاضر معلم. رهف معلم، عبد الحي أخذت رهف؟ ايه أخذتها معلم، رهف بخير. معلم قلنا أنت وينك؟ معلم، معلم شفرة. ليش مستعجل كل هالقد؟ استنى ليدق التليفون، خلينا نشوف بويرز لساته عايش ولا مات وبعدين منخبره. ألو بويرز. أراز، عرفت لي شو الشيفرة؟ أراز ما قدر يتقبل إنه يخليك معرض للموت بأي لحظة. هالزلمة بيحبك كتير. أراز، كيف بتترك البنت؟ لا تخاف، مراد على مدار هلأ رح يعطيك الشيفرة. وين كنا وين صرنا يا أبو أراز؟ أنت طلعت لفوق كتير، انتبه إذا وقعت رح تتوجع. أراز، لك أنت غلطت وقت تركت له بنته لهذا الحقير على مدار. شوف كيف عم يضيع وقت. مراد على مدار، أنا وفيت بوعدي وسلمت بنتك لرجالك، هلأ الدور عليك أنت. إذا ما وفيت بوعدك رح تموت. يا سيدي المهم بويرز رح يموت معي، على قليلة ما رح روح على آخرة لحالي، ولا أنا غلطان؟ أنا ما رح أترجاك يا حقير مشان ضل عايش. قوص علي أراز. ليش مستعجل يا أبو أراز؟ ما بعدتك لهنيك من دون فايدة، أنت رح تضل ملتزم بأوامري.
أعطانا الشفرة الثانية. حضرتك كسبت الفرصة لتتعرف على واحد من المسؤولين. الشفرة الثانية طلعت مزبوطة. رح نستضيفك هون بالمكتب بس لبين ما يجي المسؤول من سفره. بدي أعمل اتصال كمان. سيدي إجانا خبر من زلمتنا بالمستشفى إنه السيد سنجر انقتل. بسنة واحدة ثلاث رؤساء مجلس. لنشوف هالفاروق قديش رح يصمد بهالمنصب. يلا خود هي من قدام وشي. السيد سنجر تعب كتير بهالوردة واعتنى فيها منيح. خليهم يحطوا وزينة على قبره. حاضر سيدي. وهيك فيكي تحكي. وهي مشي الحال. صار حلو كتير. حلو يلي عملتوه، بس كيف رح تبعتوه؟ رح نبعته لكل الأشخاص الموجودين على موبايل إحسان، وأكيد رح يوصل لأراز بطريقة أو بتاني. ما تأخذنا يا إحسان، حكينا معك بالحسنة بس ما فهمت شو نعمل. رح يجي وقت ورد لكم ياها يا كهرة، ما تخاف. شو عم بيصير؟ رسالة من إحسان. رسالة جماعية. باعت رابط مشان تحمله. ويرز الشفرة مزبوطة، وأنا على خطوة من القوي اللي واقفة وراء عالم دار. يعني اللي حكاه عالم دار حقيقي؟ مين هنن هدول؟ رح نتعرف عليهم عن قريب. انتبه يغيب عالم دار عن عيونك، لازمني مشان نصل لنتفاهم مع الجماعة. ويرز نحن من جديد أخذنا حريتنا، ما بدنا نكون عبيد عند حدا تاني. عراز إذا كانوا هدول الناس مثل ما قال عالم دار، يعني الناس حتصير عبيد عنا. عم تفهم؟
بس غرقانة بالنوم. رهف يا روحي انت يا عمري يا قلبي. يا روحي ستي يا عيونها. بابا هو اللي جابني لهون؟ وينه البابا؟ يا عفريتك شو مانك مشتقتي لنا دغري سألتي عن أبوكي؟ هرب البابا من بين إيديهون؟ طبعا. لك مين برأيك اللي جابك لهون؟ طيب وينه البابا إذا هيك؟ راح ليحاسب اللي خلاكي تزعلي حبيبتي رهف. ايه برافو عليك. هذا بابا شي عمو عبد الحي؟ اذا البابا قلو يجيب معه نعنع وهو جاي. نعم سيد اشرف. فهمت، أنا جاي فورا. العمى هذا الغبي أركان قتلوا لسنجر. في حدا هون؟ أراز؟ شو بدك؟ بدي روح عالتواليت. مراد على مدار. فيك تتحكم بكل شيء بس ما فيك تتحكم بهذا الشيء. لا تكون قليل حياة. ما تواخذني مراد على مدار، ما راح فك لك ايديك. يا بتفك لي الكلبشات يا بكسر لك رقبتك. اعطيني المفتاح. طلعوا طلعوا اعطيني اياه. لفوق لفوق لفوق. مراد على مدار، طالما القصة بإيدي فما رح تطلع من هون غير جثة.